تحدث معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في لقاء حواري بعنوان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، أكد فيه مضي الحكومة رغم التحديات في سياسة توفير بنية تحتية مستدامة ذات كفاءة وجودة عالية تواكب الاحتياجات الحالية والمتطلبات المستقبلية، مؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في عملية البناء والتطوير. هو لا شك شوف أن العمل الآن متطور، والأخوة كلهم يعني على مقدرة أن يقوموا بتطوير هذا العمل، وأيضا ما هو ما أنجزناه وما تكلمت عنه الآن إذا لم نتعاون جميعا لكي ننجز ما نريد أن ننجزه في المستقبل. والمستقبل ترى يعني عندنا مشاريع كثيرة قادمة، وهذه كلها تتطلب جهد كبير من الأخوان وأن يكون في عمل مؤسسي متعاونين فيه. أيضاً نظرة الحكومة في المستقبل يجب أن تكون ليست هي الدور اللي تقوم به من أجل هي تنفذ المشاريع وهي اللي تقوم بالاقتصاد، ولكن أن تكون ريجوليتر لهذا الشيء ومنظمة لهذا العمل. هذا يتطلب دور كبير وكثير بالنسبة إلى الحكومة ومؤسسات الحكومة أن تطور نفسها في هذا الشأن، وهذا إن شاء الله ما نسعى له. بس بقيت أتكلم فقط أيضاً عن مشاريع، إحنا الآن تكلمنا عن مشاريع الماضي وتكلمنا عن بنية تحتية في الوقت الحاضر. البنية التحتية في المستقبل أيضا ترى يعني كبيرة جدا أمام نشوط كبير. المطار الآن سوف ينشأ، احنا حجزنا موقع لمطار جديد أيضا. شبكة الشوارع الآن هي قائمة، ولكن سوف تتلوها شبكة شوارع كثيرة خصوصا من جهة الشمالية. سوف يكون في شوارع شارع متصل من الشمال يتصل إلى المدينة الشمالية، ثم يتجه غرباً إلى الجسر الجديد الذي سوف يكون جسر الملك حمد الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية. نظرتنا أيضاً مستقبلية بالنسبة إلى البنية التحتية هي نظرة متطورة ومحتياتنا كثير فيها. التعاون اللي صاير الآن بين الوزارات والحمد لله يعني عندنا في لجنة الإعمار البنية التحتية والإعمار تعاون كبير بين الأخوة المسؤولين عن هذا القطاع، ولولا تعاونهم ما وصلنا إلى ما وصلنا صحيح. إليه اليوم تحت الإنشاء عندهم تشوفونها عندنا دوار أو تقاطع ألبة سوف يكون تقاطع على مستويين، عندنا تقاطع نويدرات أيضا سوف يكون على مستويين. تحت هذه التقاطعات كان كثير من المشاكل، كثير من الخدمات عملوا الأخوان عليها خلال سنة وسنتين، ولا تزال الآن تنسيق بينهم يجب أن يكون لكي ينجز هذا الشيء. هذا في مجال صغير جداً اللي هو مجال إنشاء تقاطع واحد، فما بالك بإنشاء أن نحن سوف نغير الآن اتجاه الحكومة لتكون نحو تكون منظمة وأن لا تكون هي تقوم بالعمل. هذا يتطلب جهد كبير من الأخوان كلهم لكي ينجزوا هذا الشيء. التحدي الكبير اللي أمامنا اليوم وهو موضوع المال، لا يخفى عليكم كلكم البترول كنا نتوقعه كان 100 وكنا نتوقعه 120، اليوم 40 50 40 يوصل، يعني معناها ان ثلاثة ارباع او ثلثين الى ثلاثة ارباع الدخل اللي كنا نتوقعه من البترول انتهى. نعم. طيب هل معنى هذا ان نحن نوقف؟ هل معنى هذا أنها سوف تتأثر مشاريعنا؟ لا، أنا أعتقد بجهودكم وجهودنا إن شاء الله سوف تستمر، والحكومة عازمة أن تستمر في بناء البنية التحتية بتقاون مع القطاع الخاص والاستثمارات القطاع الخاص. والشيء الثاني أيضاً بأن يكون المستثمر والمستفيد من هذه المشاريع يجب أن يدفع قيمتها من غير أن يتأثر المواطن في سكنه، من غير يتأثر المواطن في معيشته. صدر قانون لاسترداد الكلفة، هذا القانون سوف يلزم المستثمرين أن يدفعوا كلفة البنية التحتية، لأن البديل الأسوأ أن لا تكون هناك بنية تحتية في المنطقة فلن يستطيع أن يبني. المواطن لن يتأثر بهذا الشيء لأن المواطن في سكنه لن يتغير عليه شيء ولن يزيد عليه أي مبالغ وأي أعباء مالية في هذا الاسترداد الكلفة. المستثمر لن يدفع أكثر من 5% من استثمار وقيمة البناء اللي هو فيه، إن حسبناها بالتفصيل سوف يكون
استرداد الكلفة بالنسبة إلى البنية التحتية أقل من 5% من قيمة المبنى، فهو مستفيد بوجود الكهرباء، بوجود الماء، بوجود الشوارع، بوجود فستكون موجودة كلها. هذه هي الطريقة الوحيدة والطريقة الأنسب الآن بالنسبة لنا في المستقبل لكي تكون عندنا بنية تحتية مستدامة. الاستدامة إذا لم توفر للشيء احتياجه لن يستديم. احتياج البنية التحتية إنشائها وصيانتها، فإنشائها وصيانتها إذا لم نشارك جميعاً ولم يشارك المستفيد منها في إعطاها هذه الدفعة فلن تكون هناك استدامة في هذا الشأن. فالتوجه الجديد الآن هو الاعتماد على القطاع الخاص في الاستثمار إن شاء الله، وأيضاً من يستفيد من هذه المشاريع خصوصاً إذا كانت استثمارية يجب أن يدفع جزء من هذه التكاليف لكي يستطيع أن يحصل على هذه الأشياء. بقيت أذكر شيء واحد أيضاً فضل. بالنسبة إلى الإسكان أيضاً احنا قطعنا شوط كبير في مجال الإسكان. اليوم تكلم سمو ولي العهد عن 40,000 بناء على توجيه جلالة الملك، ولكن أنتم انظروا حواليكم، الواحد ينظر إلى شرق الحد فيها إسكان، ديار المحرق إسكان، لما نرجع إلى المدينة الشمالية إسكان، لما نرجع جنوب إلى اللوزي في إسكان، لما نرجع إلى الرملي في إسكان، لما نرجع إلى سترة شرق سترة إسكان، لما نرجع إلى الجنوب إسكان. فالحمد لله يعني المشاريع الإسكانية اليوم غطت مشاريع كثيرة تحت الإنشاء 16,000 وحدة بعد انتهاء هذه الدورة إن شاء الله الميزانية 2017-2018. بنهاية هذه الدورة سوف يكون عندنا تحت الإنشاء حوالي 25,000 وحدة سكنية في سبيل تحقيق 40,000 وحدة. ترى كلها هذه تحتاج أيضاً إلى بنية تحتية، تحتاج إلى تعاون كبير، تحتاج إلى تنسيق كبير من الأخوان كلهم، وأنا أشكرهم كلهم على تعاونهم وعملهم كفريق واحد لإنجاز هذه الأعمال.